مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج البرنامج باسمي. طبعا انتوا قاعدين ومستغربين من اللي انتوا شايفينه واللي احنا بنقوله والفكره اللي احنا بنعملها اصلا، بس هي الفكره دي كانت اسهل واسرع طريقه نوصل لكم بيها اللي احنا عانينا منه طول السنه مع فكره الموديل كفكره موديل يعني، واللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوي. انتوا مش متخيلين كم المعاناه في الاول ان احنا نعاني مع الناس ان احنا نفهمهم فكره يعني ايه موديل. يا جماعه افهموا، احنا موديل. لا انا اسف، مش دي يا سهيل، الفولدر الثاني يا سهيل مش الفولدر ده. طب ما انت جالك الفولدر ده منين؟ ماشي يا جماعه، احنا موديل. دلوقتي يا جماعه انا هحكي لكم عن الفيز اللي قبل البوث. يا سهيل مش الفولدر ده والله، الفولدر التاني. حاضر، عاجبك افرجك عليه بعدين، بس مش دلوقتي خالص. هحكي لكم يا جماعه قصه البوث اللي انتوا شايفين صورته فعلا دلوقتي. بوث ايه يا جدع؟ انت بتتلطط تلاقيك ما تعرفش ولا تتروج بتاع البوث ده. الايه؟ التتروج يا ولد، التتروج يا عم السجن. اطلع بره، التتروج اطلع بره، اطلع بره. معلش يا جماعه احنا اسفين على اللي حصل دلوقتي ده، ونروح بعيد ليه؟ هنوريكم بعدين. اطلع ثانيه واحده، مدير جاي لك ثانيه. كنت جبت لك شكلك كده، هو انا عايزه زي ده بالظبط. طيب ماشي، ما احنا اتكلمنا قلنا الوش ده موجود صح؟ الوش ده موجود، بس احنا عايزين نعمل القبه من ورا، هيبقى سارح كده على شكل كشك يعني. ايه دي بقى؟ انا عمال افتكر الرسمه. ايه دي؟ دي قبه عامله زي القصور، عارف؟ عارف القصور. هتبنيها يعني بجبس وكده؟ لا مش هينفع، مش هتستحمل الخشب. عايزين نعملها خشب. خشب؟ لا صعب، انا فكرت فيها. لا صعب خالص، انا عايز الشكل ده، هيبقى صعب. طب يا باشا احنا سالنا في كذا مكان وقالوا لنا انت اللي هتعملها. مش ربنا يخليك، ما انا عارف، بس فعلا هتبقى صعب يعني. طب انا هعمل لك الكشك ده. ماشي هعمل. بص هسيبني كده افكر بالابلكاش كده، اعمل لك شكل في دماغي واوريك. ابلكاش؟ ابلكاش 3 مللي. طيب والكربين اللي في كام دول؟ في احنا عاملين زي عمودين، دول عمويد بقى، اعملهم لك انا بصبت خشب كده حلوه ونشوف ونظبط. صبت؟ طيب ماشي. ولا نخليها ايه؟ بس بص انسى القبه دي، تعمل مش تم مش قبه برده بتاعت القصر. ايوه هي دي. صعب. طب والعمل؟ طيب سيبني بس كده اعملها لك بحاجه كده عينه تشوفها كده وخلاص. ماشي ماشي، شكرا. شكرا. هات بس الورقه دي خدمات حبيبي. شكرا. قبه وعمويد الاثنين، ثم بعدين نجار ايه ده اللي بيدق مسمار 5 مرات ويقع في الارض دي؟ يعني افهم الفكره. طيب فاحنا قلنا يعني احنا ده نجار من النجارين اللي احنا لفينا عليهم. يعني هي الفكره كلها كانت ان البوت كان فكرته انه هيبقى فيه فعلا قبه من فوق. لفينا على النجارين كلهم لغايه ما نوري واحد يعمل لنا الديزاين اللي احنا بنفكر فيه. تمام. وصلنا عم حسن القاضي، دورنا على نجارين كتير ما لقيناش غيره، دخلنا الورشه عنده. يعني احنا من الاول ما اقتنعناش ان دي ورشه نجار مبدئيا. يعني احنا لقينا الورشه عباره عن حوض سمك وكلب اللي بيجري جوه الورشه ورا سهيل. ايوه انت ما تحورش. المهم قعد يقول لنا انا اللي عامل البوابه الفرعونيه اللي في الجيزه، وانا اللي عامل. قلنا يمكن يكون في الامل. دخلنا قال يا بيه انا محتاج 3 الواح ابلكاش 3 مللي، وهنقوسهم بشكل معين ونطلع بيهم بعواميد ونديها ميه سخنه علشان ما تطقش معانا. بس انت كده يا بيه عايز القبه سرحه، انا اعملها لك سرحه مش مشكله. وفي الاخر برضو بعد ما عمل القبه سرحه اتاخرت يومين سرحه، واتاخرت يومين وما جت ثانيه. كلات حالات. انا عم حسن. تمام يا عم حسن. ايه اخبار القبه يا عم حسن؟ فرقعت؟ فرقعت؟ كلها؟ انت يا ابني انت هي بتطلع لي منين يا ابني؟ اطلع لها. اسمع مره من هنا ومره من هنا، مش اسلوب بصراحه. تمام كده يا جماعه. دلوقتي يا جماعه انا هقدم لكم شخصيه ما كانش ينفع غير ان انا اوريها لكم بعينكم، لان انتوا مهما حكيت لكم عنها انتوا ما كنتوش هتصدقوا. ثانيه.
وعهد الله يا كبير وعهد الله، شايف الفاترينه اللي وراك دي مليانه ديزبات، مليانه والله العظيم. العيال ثروها ليله العيد مفيش كلب فتح بقه. انا العيال دي كلها كان بينزل لي تشكيلات اشيك حاجه، اشيك حاجه، كان الناس كانت بتجيلي تاخدها من بعيد والله العظيم. بالك انت العماره اللي ورانا دي كلها كلها قرايبي، وانا ساكن في الدور الثاني. حتى اسال عليا انت هقول، حتى تامر وانا واقف معاك دلوقتي هرد عليك من فوق. وعهد الله يا كبير انا كان بينزل لي حاجات ما كانت بتنزل لحد. اقول لك حاجه كبير، انت حتى يعني انت لو تقوم اي خناقه هنا في المنطقه هتلاقي يعني اي حد انا يقوله تامر بس، يعني هتلاقي تامر هو في مطرب. انا مالي؟ طيب انا يا تامر انا عايز نجار انا نجار يا كبير، عايز اي حاجه يجيبها لك نجار. فرفوجي ازاي يعني؟ والله العظيم يا كبير اي حاجه انت عايزها هنا في المنطقه انا اجيبها لك. دي يا جدعان كانت شخصيه تامر، يعني دي شخصية احنا قابلناها وعشنا معاها يومين. بنحاول في الفترة احنا كنا بنحاول ندور فيها على نجارين عشان نعمل البوث اللي انتوا بتقولوا عليه، كشك اللي احنا نزلنا بيه قدامكم. احنا بنتميز بالستيشنز بتاعتنا وبنعلم الدرجز وبنأكلهم على اعلى مستوى. ايه ده؟ انت مش هتنفع معاك يا سهيل. يا سهيل ارحمني يا سهيل، عايز الفولدر خده معاك وانت ماشي، بس ابص ايدك نزل لي الصور يا اخي ارحم امي. احنا اسفين يا جماعه تالت مره. كل اللي فات كوم، وكل اللي جاي يعني كونفرنس وجراند اوبننج كوم تاني. قالوا لنا ابتدوا بدري، ابتدينا من اول الترم. طب القاعات محجوزه، طب اتحجزت امتى؟ ما احنا بادئين من اول الترم. طب نعمل كونفرنس بره الجامعه، طب الحساب عند مين؟ طب هات عروض اسعار، تجيب عروض اسعار وتترفض. قلنا نعملها، طب قلنا نعمل اوبننج بره الجامعه، طب نعمله في الاوبرا، طب الاوبرا يوم موجوده وبعديها بيومين مفيش اوبرا. طب جوه الجامعه، طب فين تصاريحك؟ فين فلوسك؟ فلوس ايه وانا اصلا جوه جامعتي؟ طب في قاعات فاضيه؟ الجامعه قفلت. طب نتكلم على الميديا كافريج نقول لهم تعالوا عندنا كونفرنس، يقولوا لي مين اللي جاي لك؟ طب نكلم اللي جاي يقول لك فين قاعتك؟ طب ناجل معادي؟ طب والناس اللي جايه تحضر الكونفرنس من بره؟ طب نحجز القاعه؟ طب النشاط وين؟ احيي ولحد اللحظه اللي احنا قاعدين بنتصور فيها دلوقتي احنا مش عارفين، يعني لسه ما حجزناش مكان الكونفرنس بتاعنا. بعدين انتوا قاعدين بتحضروا ايه؟ وانتوا قاعدين بتتفرجوا علينا. في الاخر يا جماعه نحب نقول احنا اسفين لكل اللي كان شايف ان اللي احنا بنعمله ده اسفاف او ابتذال، بس هي دي فعلا الحقيقه، ودي كانت اسهل طريقه نوصل لكم بيها اللي حصل معانا السنه دي. وان فعلا احنا قابلنا كل الشخصيات اللي انتوا شفتوها معانا دي، والسنه كانت فعلا كانت طويله وصعبه، والحمد لله احنا عدينا السنه على خير. ما انت شايف ايه اللي عمال تطلع كل شويه؟ والله يا ولد السنه دي كانت كلها مزجنات يا ولد. يا راجل كلها والله كانت كلها مزجنات يا ولد، كلها مزجنات. قبل ما تبقى نص ساعه استاذ احمد مش راجع الكلام، وانت بتتصرح كده بسرعه؟ بتصرح بتصرح. وانت بتتصرح بسرعه؟ انا عايز شعر ودبل ولا شعر بس؟ انتوا مرفوضين يا جماعه. استنى بقى عشان دي لقطه مش هتبقى ايه؟ ربنا يستر. ايوه استنى كده، ما انت بتذبح عيني. ايوه تاني بسرعه بودره، تاني بسرعه بودره. ماشي العبوا العبوا. ايوه ايوه يا عبد الغني. يا عبد الغني انت ممكن تنفخ بقى في شعر كله بحيث هو لا لا بس يا ابني بس. مش كده يا لا مش كده مش كده يا جدعان، انا لاحظت كل واحد بيجود. لا 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 كتير. انت لو بتشهق على طشه ملوخيه فوق دماغي مش هتعمل كده. سهيل انت هتعمل ايه يا سهيل؟ لا ما مالكش دعوه بوشي. لا مالكش دعوه اهو. بس يا جدعان هو مش جبس على فكره. حوار خلصت يعني تمام خلصت. طب ممكن مرايه بقى؟ لا انا هدي الفوطه اشوف الطبخه. في الاخر يا جماعه احنا اسفين لكل اللي كان شايف ان اللي احنا بنعمله ده اسفاف او ابتذال، بس دي فعلا كانت اسهل واسرع طريقه نوصل لكم بيها اللي حصل فينا طول السنه وكل الشخصيات. انت شايف كده؟ انت شايف كده؟